نفسك. الأستاذ أحمد حب طالب أول حاجة القصاص، تاني حاجة دستور جديد، رئيسكم وياه جديد، الوزارة جابها حسام شرف ولا لا أي معنى ومش هتنفع، وإحنا قاعدين في ميدان التحرير يعني 30 سنة، لأن النظام اللي عمله شرف نظام مش عاجب الشعب. يا عصام يا شرف ما تروحش تلف بره وتشيب الشعب المصري، ما نفذش طلباته خالص. فين أغنى الأجور يا عصام يا شرف؟ فين مطالب الناس يا عصام يا شرف؟ ماسك مشنقة إيه؟ شكرا. فين مشنقة دي؟ طالب القصاص الأولاني، دم الناس اللي راح في الشهداء. شكرا.